آلاف المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات شاركوا في فعالية الركض من أجل المناخ، والتي تنظم بهدف تسليط الضوء على تحديات التغير المناخي، ليجمع الحدث بين ممارسي الرياضة والمدافعين عن البيئة. أنا جاي من الإسماعيلية مخصوص بشارك في الماراثون، أول ماراثون في مستوى مصر اللي بيسعد على المناخ ويؤدي الى الحفاظ على البيئه. الناس تفضل مستمره بتحافظ على البيئه، احنا مش عايزين دلوقتي عشان في جلامر حوالين القضيه تبقى دي هي الفوكس بتاعها، لا، والدليل على كده ان البراندز نفسها بدات تتجه ان ازاي كل الماتيريالز اللي تستخدمها تبقى من ريسايكلد ماتيريالز. تم تصميم الماراثون بمسافات مختلفه ليستقطب اعدادا اكبر من المشاركين بدعم من برنامج الامم المتحده الانمائي ووزارة الشباب والرياضة. احنا في فترة استضافة واحد من اكبر المؤتمرات، وهو مؤتمر الاطراف للمناخ شرم الشيخ، هو موجود في الشعار حفاظا على البيئة. برنامج الامم المتحدة الانمائي يعمل منذ نحو 13 عاما في مصر على المشكلات المناخية. لدينا اكبر برنامج في الشرق الاوسط وشمال افريقيا للتكيف مع التغيرات المناخية. نعمل منذ سنوات على مشروعات الطاقة المتجددة والتحول للطاقة النظيفة، لذلك من الواضح اننا سنستمر في دعم كل هذه الجهود بما في ذلك نتائج COP27. وعلى هامش الماراثون نظم معرض فني ركزت اعماله على قضايا البيئة وإعادة التدوير وورش للأطفال، بالإضافة إلى المشاريع الخضراء الناشئة. دمجت فعالية الركض من أجل المناخ بين التحفيز على ممارسة الرياضة والتوعية بأبرز قضايا المناخ، والتي تحظى بزخم كبير مع اقتراب استضافة مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ نوفمبر المقبل. ويأمل المنظمون أن يظل الاهتمام بقضايا المناخ والبيئة مستمرا حتى بعد COP27. أحمد حسين، الحرة، القاهرة.